صايب المانوس شارع عقاب. هذا أشهر آيس كريم عندنا على الطريقة القديمة، آيس كريم الشرقية. الآن آيس كريم الشرقية شارع عقاب، بداية شارع عقاب. كم عمر المحل هذا؟ في المحل هذا شغال أنت من 51 سنة. 51 سنة في نفس الموقع. كريم الشرقية عمي عارف البشمر من أول من صور عندك هنا. الله يعطيك العافية. بعد جوك عاد الله وجاء الشباب وجوك زباين وجوك الحمد لله الله يرزقك ناصع فضله. وبعد آخر شيء القناة ام بي سي ولا لا؟ ام بي سي جاء آخر شيء. الله يعطيك العافية بارك فيك. الآن أنا حسوق إس كريم عم محمد في جدة، يعني اللي في جدة مشتهي إس كريم الشرقية خيرات الطائف. بس الله يعطيك العافية. اليوم حملنا خلاص، حملنا الشريمة الشرقية. هذا هو حملنا.